موجز إخباري جديد، أهلا بحضراتكم. دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لمن يقفون وراء العمليات الإرهابية والداعمين لها. وكان 5 من رجال الشرطة قد استشهدوا في وقت سابق من الجمعة في هجوم إرهابي استهدف دورية أمنية بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة. أعرب المتحدث باسم الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه أحداث العنف التي شهدتها ساحة المسجد الأقصى المبارك صباح الجمعة. وكانت دولة الاحتلال قد اتخذت قرارا للمرة الأولى منذ عام 69 بإغلاق المسجد الأقصى الشريف إغلاقا كاملا عقب عملية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين في اشتباك مسلح بالقرب من المسجد الأقصى. في سياق متصل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تداعيات إغلاق تل أبيب للمسجد الأقصى الشريف. وطالب عباس بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، محذرا من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة. في ليما سلم رئيس بيرو السابق أويانتا هومالا وزوجته نفسيهما للسلطات بعد أن أمر قاض بحبسهما لما يصل إلى 18 شهرا، بينما يعد الادعاء اتهامات ستوجه إليهما في قضية فساد. واستشهد ممثل الادعاء بشهادة مسؤولين سابقين بشركة برازيلية تلاحقها فضيحة فساد في اتهام هومالا وزوجته نادين هيريدا بالحصول على 3 ملايين دولار على نحو غير مشروع. إلى الملتقى بإذن الله.